البرشم، اخيرا افتكرنا ان مشعل بيلعب وان لابس لون اصفر او برتقالي. شقيق معتز برشم طبعا الرجل الطائر. ادي على طول اقصى اليمين، هيدوس ليه 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 عنيفه ليه، وعايز يعملها بسرعه عشان المعز يا دوب يلمس بس، وصلها بس وصلها. شويه حنيه يا هيدوس، شويه حنيه يا ولدي، ويقوم زلزال. عبد الكريم حسن، كيمو، كيمو العنابي 59 على العالم، تراجع تصنيفين او درجتين في الفتره اللي فاتت. ادي على طول المعز عايز فرصه بس يشوط، مش قادر. احمد علاء، احمد علاء يصوب، طريق مغلق، عشان كده بقول دايما اللي جاي من ورا بيبقى وشه شايف اكتر. تبديل هيتم، قد يكون للعنابي اولا، قد يكون. ادي ضربة الرأس المعز، شوف حارس المرمى وردة فعله، يا سلام يا سلام يا سلام، رغم انه طوله مش طويل قوي لكن ما شاء الله، والمعز طالع بضربة رأس جميلة وستايل وتكنيك حلو الحقيقة. وادي الهيدوس بيخرج، تبديل اول للعنابي. هيدوس وينزل مؤيد، وكذلك عبد الله الأحرق، ويخرج أحمد علاء. تبديلين، دفعة واحدة، هيلعب براس حربة واحد بس، ومؤيد هو جناح يمين مكان حسن الهيدوس. اللعيبة اللي بتراوغ كويس، مدرب شاف الامور محتاجه حد يراوغ برتم اسرع ويتخطى هذه الخطوط من خلال المراوغه قد يكون، ويزود نص الملعب اكتر لحد يزيد السيطره ويفرغ المنطقه الاماميه للمعز لوحده بنسبه اكبر قد يكون. واحمد علاء اجتهد جدا جدا جدا، لكن الحقيقه الحارس تصدى لاحمد علاء وكانه جاي النهارده مخصوص عشانه. ادي على طول تاني تقدم محمد وعد، تصويبه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد لمحمد وعد، ويا ولد للحارس شوناس جوش نجم اللقاء الاول هذا الحارس. لكن محمد وعد خد قرار ممتاز، قرار واحد عنده شخصيه، قرار واحد عنده امكانيات مدنيه ومهاريه عاليه جدا جدا في عنصر التصويب، وحارس المرمى يتصدى وبالايد العكسيه، بالايد العكسيه بتكنيك مهاري حركي على اعلى مستوى. برافو برافو برافو، اجمل لعبه قد تكون في المباراه مع لعبه الهدف الثاني لاكرم عفيف. نزول محمد بنيب وخروج لاعب رقم 20 محبوب رحمن. حارس المرمى ثاني بيسقط على الارض، عنده مشكله في السمانات، تقلصت. لعيبة احيانا بتبذل جهد وطاقه اكتر من تحمل عضلاتها واللي هي متعوده عليه، متعود على حمل معين بشده معينه بتوتر معين بضغوط معينه، ودلوقتي فرصه لاشرف الاسلام انه ينزل. 32 سنه اشرف اللي بيسخن امام حضراتكم، لاعب منتخب بنجلاديش الاحتياطي. لكن محمد بني بينزل لاعب رقم 9 بدلا من محبوب رحمن، والمدرب جيمس سعيد جدا بالنتيجة 2-0 فقط، طبعا بالنسبة له يعتبر كويس، رغم ان هو ما دخلش فيه في اي مباراة اكتر مرة واحدة، دخل فيه 4 اهداف من عمان ومن قطر 2-0 قبل كده، ودلوقتي 2-0، ومن افغانستان خسر 1-0، من الهند تعادل 1-1، وقدر يسجل في مرمى الهند وقدر يسجل في مرمى عمان، لكن لم يسجل في مرمى قطر. 2-0 في الدور الاول و2-0 حتى الان. ومشعل برشم في اجازه لكنه يخوض مباراه دوليه، محسوبه دوليه طبعا. سانشيز، هابي بيرث داي تو يو. الاثنين اللي جاي، لا اللي بعده، 45 سنه، اكثر من تلت عمره قضاه في الدوحه، والحقيقه قدم حاجات جميله في اسباير للناشئين والشباب، الى جانب الفوز طبعا ببطولتي اسيا للشباب والكبار، وده حدث تاريخي ان مدرب ياخد بطوله الشباب والكبار لبلده
للقارة بتاعته، ضربة الرأس كريم بضياف خوخي أبو علام، ولكن راحت إلى ضربة المرمى. عدم توفيق موجود وتألق لحارس المرمى في مرات عديدة الحقيقة. الحارس مركز قوي قوي. الكأس الذهبية لدول جنوب آسيا شاركوا فيها، خسروا من فازوا على بوتان، فازوا على باكستان، وخسروا من نيبال. الألعاب الآسيوية في 2002 خسروا من الهند، خسروا من الصين، خسروا من تركمانستان في بنغلاديش، إلى جانب أنهم شاركوا في الألعاب الآسيوية 1990، 1986 و1982. الدولة اللي قلت لحضراتكم سابع أكبر دولة في العالم بالنسبة لعدد السكان، رغم أن مساحتها تعتبر قليلة جدا، بالتالي كثافة غير عادية في بنغلاديش. زحمة عالية فوق، أكرم عدي ومر، عدي ومر، ولكن الدفاع يتدخل وبشكل جيد من محمد إبراهيم. برافو محمد، وبرافو محمد وعد يسيبها لنفسه كويس، صاحب التصويبة الجميلة بعد تصويبة أكرم اللي هي كانت الهدف الثاني، لكن هو صوب تصويبة بشكل كويس. محمد وعد أدواره كلها هجومية. عبد الكريم حسن المعز تطلع على طول إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى. قرب منه أكرم، والأحرق عامل هو زي راس مثلث، هما قاعدة مثلث وراه أهو، خبطت جسمه في جسمه من غير ما يعمل لها الامتصاص. شوف جاي معاه رقم 5 رياض والحسن، ركز عشان لو هيعمل بالعرض ولا حاجة. 70 دقيقة مشاهدينا الكرام بنكملها خلال ثواني، يتبقى 20 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، وسانشيز بيطلب ضغط، بيطلب حد يقرب من مساحة معينة. الشوط الأول 18 تصويبة مقابل ولا تصويبة، الشوط الثاني ولا تصويبة المنتخب بنجلاديش ولا مرة. مشعل برشم يا دوب بس شفنا وقرينا اسمه بس كده وخلاص. سيد عبد الله بن خليفة ملعب نادي الدحيل يحتضن أحداث هذا اللقاء. تغيير اتجاه اللعب على طول، برضو مركزين هم ومتمركزين كويس الحقيقة. شوف الكرة لما تحولت واقفين ازاي، أربعة لابسين أخضر هم قريبين تماما. الهيدوس ترجع ورا لكريم مضياف، يطلع قد يكون لمصعب، اعملها في العمق جميلة المرة دي. الله الله الله، والله شكلها حلو. ضربة جزاء، ضربة جزاء يا سيدي، أي والله ضربة جزاء. قرار الحكم سليم، قريب جدا من اللعبة. حازم حاسم محمد أميرولا، وضربة جزاء لصالح العنابي. خرج حسن الهيدوس اللي سجل ضربة جزاء في المباراة الودية، وادي مهند اللي بقول لكم العفريت الغرفاوي اللي نزل بمهارته ورشاقته وأناقته تحصل على ضربة جزاء. هيلعب المعز علي، هداف آسيا وهداف العنابي في الفترة الأخيرة النجم الكبير. اعتزل سيبستيان سوريا الهداف الكبير أيضا للعنابي، وأحد اللاعبين المحترمين الحقيقة اللي شاركوا مع العنابي على مدار 15 سنة. وسوريا الحقيقة كان واحد من اللاعبين اللي تجدهم دائما في الموعد بأخلاقه، بالتزامه، بانضباطه، بأهدافه وتأثيره الجميل. المعز 9 أهداف، هداف آسيا و4 أهداف في مباراة واحدة، أرقام قياسية للنجم الموهوب، بطل آسيا للشباب وبطل آسيا للكبار، مهاجم نادي الدحيل اللي هنشوفه إن شاء الله في كأس العالم القادمة هنا في الدوحة. يلعب أمام أوكلاند، وإن شاء الله في حالة الفوز يلعب أمام الأهلي المصري بطل أبطال أفريقيا، ونستمتع إن شاء الله بلقاء عربي جميل. المعز 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 يسجل بكامل القوة والدقة ويسجل الهدف الثالث. المعز هو زي ما هو هداف آسيا، خطر وديا، خطر رسميا، خطر في كل الظروف وفي كل الأوقات ومن كل المواقع. المعز يسجل ثالث الأهداف لمهاجم قوي أبدا لا يخاف قوة اللعبة الحقيقة، مع دقتها حرمت حارس المرمى بتشوناس جوش انه يتصدى. 3-0 3-0. برافو مؤيد حسن، تسبب في ضربة الجزاء. اكرم بيسجل، المعز بيسجل، زيزو بيسجل، 3 أهداف للعنابي. شوف 3 شكلها حلو، غير 1 غير 2 والله. ولو جت الرابع انا حاسس انها قريبه من التلاتة عادي، لكن التلاتة تحس انها حاجه اكبر قوي من الاثنين. هي في الكره كده، حسبتنا كده، سبحان الله. من جديد انطلاق على طول محمد وعد، باص امامي
برافو اكرم عفيف، عنده رؤيه واحساس بالمكان عالي جدا ومهاره في اللمسه الواحده. العنابي غير اتجاه اللعب من اقصى اليسار قطريا الى اقصى اليمين مرورا باربع خمس لاعبين. فنت تاني مؤيد هيعدي هيفوت هيباصي ولا بالعرض هيشوط، وادي على طول تاني يقف على كورته بشكل كويس. ادي مؤيد يعدي من اي حد من اي حد تاني على طول. اكرم كريم مضياف، محمد وعد غيروا اتجاه اللعب، متحكمين في الموقف تماما. لعبت العنابي فارق بدني وفني وخبراتي غير عادي وتركيز ذهني كبير بيواجهوا حارس مرمى ممتاز ومدرب انجليزي خلى لعبته يقفوا كتير صح. اكرم عفيف عايز يكرر هدفه الجميل اللي سجله. مصعب اقصى اليمين العرضيه مؤيد ولا ايه؟ عايز يعدي ولا عايز يعمل بالعرض؟ عدى الولد من الثبات. يا ولد لعيب يا لعيب، ولكن الى ضربه المرمى، الى ضربه ركنيه، الى ضربه ركنيه كان هيسجل في نفسه. توبو برمان 25 سنة المدافع البنغلاديشي. وادي مؤيد عدى، شوف هو واقفين هما الاثنين على كعب رجليهم، فجأة لقينا مؤيد فارق أربع ياردات. عارفين ليه؟ لأنه كان على مشط رجليه. أحمد فتحي هينزل وهمام الأمين هينزل، أحمد فتحي كابتن النادي العربي، ويخرج خوخي أبو علام، وينزل همام، وينزل أحمد فتحي. مين هيخرج؟ عبد العزيز حاتم ولا مين؟ عبد الكريم حسن. وينزل احمد فتحي. فرصه الهدف الثالث كمان، لو كان بدري شويه كان غير كمان شويه. ادي على طول عبد العزيز حاتم برجله اليمين، ويا يا المعز زعلان زعلان لانه ما كملش توقعه، ما كملش حرصه انه يشتغل عليها. همام الامين مدافع ايسر نادي الغرافه بيأدي موسم كويس الحقيقه، نهايه الموسم الماضي وهذا الموسم احد الشبان ايضا اللي بيثبت ويثبت اقدامه. احمد فتحي كابتن النادي العربي اللي عنده مباراه يوم 18 في نهائي اغلى الكؤوس، بعد 27 سنه النادي العربي يبحث عن البطوله، وبعد 26 سنه يصعد الى المنصه ان شاء الله لمصافحة سمو الامير، وهو الهدف الأسمى لكل اللاعبين وكل المسؤولين عند الوصول إلى نهائي أغلى الكؤوس. السد والعربي نهائي كأس سمو الأمير يوم 18 يوافق اليوم الوطني لدولة قطر. كل عام وقطر حكومة وشعبا، سمو الأمير، أصحاب السمو الشيوخ والمواطنين والوافدين والمحبين اللي إن شاء الله يكونوا معانا موجودين في كأس العالم بإذن الله بعد أقل من سنتين من الآن إن شاء الله. بعرض الملعب على طول إلى مصعب، سيطرة العنابي مستمرة، أقصى اليمين على طول يقف مؤيد، اللعيبة اللي بتغير اتجاهاتها بشكل سوبر الحقيقة. أدي الأحرق من أبطال آسيا 2014 عبد الله الأحرق أهو مع نفس المدرب، تعود من جديد. وعد لتصويبة جميلة تطلع على طول الى رمية التماس، اقل من ربع ساعة على نهاية الشوط الثاني والمباراة. اكرم عفيف، اكرم عميقة، وان ثري بتتعمل لكن زيزو ولمسة يد لصالح منتخب بنجلاديش. منتخب بنجلاديش تأسس عام 1972، منتخب قطر تأسس عام 1960، منتخب قطر اقدم ب 12 سنة. مشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس للعنابي. تعادل مع فرنسا 2-2، خسارة من شيلي 1-0، خسارة من النرويج 2-0 ده في لوس أنجلوس، لكن في برشلونة 92 خسارة من أسبانيا 2-0، فوز على مصر بهدف مبارك مصطفى 1-0، تعادل مع كولومبيا 1-1، والخسارة من بولندا 2-0. العنابي بطل أمم آسيا، بطل ذهبية الأسياد، بطل كأس الخليج ثلاث مرات، بطل آسيا للشباب قلت لحضراتكم، ذهبية الأسياد في 2006، إنجازات الكرة القطرية مع الألفية الجديدة لها منظور وبعد آخر، انطلاقة تاني تواكب التطور في كل شيء. انطلاقة على طول مؤيد دخل في العمق، مش غريب على أي مكان الولد، بيجري في أي حتة بيعدي في أي مكان. أدي مؤيد بس يخلي الكرة هي اللي تجري. أدي على طول همام، خرج عبد الكريم حسن، وادي همام بيضغط، اكرم عفيف اشتغل معاه، غرفاوي مع السداوي تحت رايه العنابي ليها طعم تاني.
ادي على طول اقصى اليمين مصعب خضر مع مؤيد، سداوي مع غرفاوي، كله تحت رايه العنابي. هو ده الاهم وده الهدف الاسمى، تلعب الدوري المحلي عشان تطلع هذا الانتاج. واكيد في اصابات وفي غيابات وفي لعيبه هتنضم قبل كاس العالم، انا عارف في اسماء قد تكون مفاجاه تماما وانت داخل كاس العالم، هتلاقي عمليه نضج كده غير طبيعي عند بعض اللاعبين وان كان الكل متابع. وادي فرصه ولد يا ولد يا ولد يا ولد، على كل شكل على كل شكل وعلى كل لون، بيسجل رابع جون برجله، بيسجل بدماغه، بيسجل بكتفه، بيسجل بصدره، بيسجل في كل موقف بيسجل. نعم هو من مواليد منطقه الجزاء، اعتبروها هي عدالة السماء. الله يا زيزو، الله 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 الله، صدام بالقائم لكن بالأحضان 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 بالأحضان. يسجل المعز علي رابع الأهداف لمهاجم هداف يتقدم دائما ولا يخاف. سلامات إن شاء الله ما فيهاش مشكلة كبيرة، فيها كتمة هتتعبوا شوية لكن ما فيهاش مشكلة كبيرة، الحمد لله الحمد لله، ما فيش حاجه في الركبه في الاربطه في الكلى، هي كدمه مؤلمه شويه، ويريح احسن ويريح احسن، ولو حتى ما فيش تبديل يخرج برضه ويريح احسن. هينزل محمد ياسين خان تبديل، محمد ياسين خان خروج توبو برمان. المعز مكمل كويس، والحقيقة عبد العزيز حاتم ممتاز وإيجابي وجماعي. سلامات يا معز، ما تقلقش جمهورك عليك ولا أهلك ولا أسرتك ولا مسؤولي نادي الدحيل، ما هو نجم من نجوم نادي الدحيل، والدحيل عنده ماتش مهم مع السلية. الدحيل المتراجع الحقيقة بفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي السد، ونتائج غريبة يواجهها هذا الفريق اللي مطالب انه يستعيد قيمته وهيبته وشكله الحلو وكرته الحلوة بأسرع وقت قبل المشاركة في كأس العالم. سلامات يا معز، واضح انه متألم شوية، ما هتاخد شوية قلق كده بس يعني 48 ساعة وهتبقى زي الفل زي الفل. يوسف عبد الرزاق هينزل، ينزل يوسف. يوسف كان سجل في بنجلاديش في الدقيقة 28 مباراة الدور الأول، وكان كريم مضياف سجل في الدقيقة 90. أنت دلوقتي بتكسب 4-0 ولسه بدري. ألف سلامة على المعز، سلامات يا نجم يا كبير، لأن هو فعلا نجم كبير. المعز بيسجل تاني أهدافه. يستأنف اللعب دقائق أمام حضراتكم، 9:33 الشوط الأول. دقيقة 81 من عمر اللقاء، يوسف عبد الرزاق بينزل. مصعب بيضغط عليه بعد 4-0، انطلقوا للأمام أكثر وأكثر. نزول راكب حسين، اللعيب اللي امام حضراتكم ده عنده 16 سنه، هيتم 17 سنه كمان اسبوعين كده، لعيب صغير اللي هو راكب حسين عنده 16 سنه. نرجع ورا تاني عند مشعل برشم، شوف بداوا يهاجموا باتنين ازاي فوق، بص الصوره كده ما كانش موجود الكلام ده، ولغايه النتيجه 2-0 و3-0 كمان. 4-0 بدأت تفتح شوية، فالمدرب قال لك خلاص اجيب هدف زي ما سجلت في عمان، اسجل في مرمى قطر ان شاء الله هدف. نزل يوسف عبد الرزاق نص ملعب على طول، الأحرق أحمد فتحي، أحمد ارتكاز مع كريم بوضياف، زيزو طلع لفوق نفس البوزيشن بتاعه يعني الأحرق. رمي تماس، سلامات المعز، قلت لكم هي كدمة ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة، مش مقلقة أبدا أبدا أبدا. ادي ضغط بشكل جميل، 3 لاعبين على 1، صوره حلوه قوي قوي قوي. العنابي 3 منه بيضغطوا على لعيب مع الدقيقه 82 وهم كسبانين 4. يا ولد لعيب عدى ومر، لكن يا سلام همام يبحث عن كره عرضيه خطيره ولكن تطلع على طول الى ضربه ركنيه في اللعبه الاخيره. سعد اودين صاحب هدف فريقه في مرمى الهند، تعادل 1-1. اكرم عفيف، اكرم، ادي يوسف عبد الرزاق،
سداوي اللي اعير لنادي العربي وعاد من جديد. عبد العزيز حاتم، احمد فتحي، عاليه فوق يطلع يوسف عبد الرزاق، ضعيفه يوسف يبقى ادي لزميل ترجع تاني. عايزين نشوف شوطين حلوين، تصويرتين حلوين كده يعني، عايزين الاحرق واحمد فتحي كل واحد فيهم يشوط له شوطه واحده على الاقل في الثمان دقائق اللي باقيين. وان كان احمد غاطس لورا شويه كده جنب كريم مضياف بعيد عن المنطقه اللي فوق، لكن لا مانع انه يزيد اهو، وفعلا بدا يزيد اللي بيعمله مع ارون دلوقتي. كريم مضياف كانه هو ارون الايسلندي، واحمد فتحي لاعب فوق شويه. ادي كريم مضياف، وحشه يا كريم، تعب ولا ايه؟ باص الامامي، برافو محمد وعد، برافو. فيش طارق سلمان النهارده، وما فيش في الملعب لا سالم الهجري ولا عاصم مدبو ولا بسام الراوي ولا المهدي علي. سلامات للمهدي قلت لحضراتكم. وبدرو مش موجود، وسعد الشيب حارس المرمى، يعني اكتر من نص فرقه مش موجوده مع العنابي. عاليه فوق ضربه الراس. انا عايز اسال لعيب هو بيتفرج دلوقتي، بقول له ما نفسكش تلعب، ما نفسكش تبقى من وسط دول؟ انا هقولها لاحمد ياسر محمدي. احمد ياسر لاعب الدحيل، اللعيب الكويس القوي السريع المهاري الذكي اللي عنده خبره، ازاي يبعد نفسه عن الكلام ده عشان يكون موجود في كاس العالم 2022؟ الموضوع عندك يا ابو حميد، الموضوع عندك، امكانياتك تسمح يا ولدي. تاني على طول مؤيد اللي بقول لكم بيرقص اي حد، لكن شالوا شيل الراجل، شالوا شيل. خلي بالك يا مؤيد برضو، خليك ذكي وما تتعورش. ماتش خلاص 4-0، مش معنى كده انك يعني تكون سلبي، لا بلاش الحاجه اللي تعور. لعيبه لازم تكون اذكى شويه من الظروف. سانشيز مركز مع كل الخطوط وده طبيعي ومنطقي. اكرم عفيف، يا ولد يا ولد يا ولد، وقف بيغير في سرعاته. ازاي بيغير في سرعاته ويغير في اتجاهاته؟ يغير في سرعاته ويغير في اتجاهاته، من اهم عناصر الجري بالكوره، تغيير السرعه وتغيير الاتجاه. رمي التماس لصالح العنابي، كريم مضياف، مصعب خرج الهيدوس اللي بدا معاه وموجود مؤيد. مؤيد يرجع ورا تاني لمصعب، منه الى كريم مضياف، بعد خروج خوخي ابو علام عاد كريم مضياف. ودي وعد كان جنبه خوخي اصبح جنبه كريم، واحمد فتحي موجود كلاعب ارتكاز هو الاقرب ليهم، عشان كده صعوده فوق مش هيكون كتير، وده منطقي لتوزيع الادوار قد يكون. من جديد اقصى اليمين، انتشار عريض كويس قوي قوي قوي، لكن مؤيد تروح كده على طول ويطلع مصعب خضر الى رميه التماس. ايه يا مصعب خير؟ اللعيبه بتتصاب من الهوا ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ ملعب زي الفل، زي الحصيره، حصيره ايه؟ زي ريش النعام، مفيش اجمل من كده. ملاعب على اعلى مستوى، امكانيات على اعلى مستوى. ايه اللي حصل؟ نزل على رجله غلط ولا حاجه؟ في مشكله في الانكل، ده ماسك قصبه رجله غريبه شويه، لكن الحمد لله قام سليم. عاليه فوق، احيانا بعض اللعيبه لما بتغلط غلطه ساذجه شويه بيتكسفوا، فممكن يعمل ان هو مصاب او حصلت حاجه مش طبيعيه. بعض اللاعبين، ما بقولش مصعب، بقول في العموم، في بعض اللاعبين احيانا بيعملوا كده كنوع من المبرر يعني. محمد وعد، وعد الفريق البنجلاديشي فتح اللعب ازاي؟ بص حضراتكم، دي الاستراتيجيه الثانيه اللي المدرب عملها، ولكن عملها بعد الاربعه حتى مش بعد الثلاثه. وفرصه العنابي ومؤيد والسرعات يشتغلوا، يوسف عبد الرزاق